أبو سيف، طريقة كتابتك للقصيدة أو الأغنية دائما يعني كأنها قصة فيها أحداث، فيها دراما. هي أستشف الأمور دي من الناس وأكتب للناس يعني. بس في حديث للأمير بدر بن عبد المحسن أشاد فيه بشعرك. ما أنساها اللحظة هذه. كان في أمسية، في أمسية في جامعة الملك عبد العزيز، وألفت هذه أنا ما أنساها وسأذكرها للأمير ما حييت. طيب ما هي غريبة، ما هي غريبة على أبو خالد يعني. تستاهل.